السلام عليكم. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نبلش شرح تشابتر 4. تشابتر 4 بيحكي عن الريسبونس تو جنرال دايناميك لودينج. طبعا هذا الموضوع هو شامل الهارمونيك لودينج. كيف يعني؟ يعني هسه احنا بتشابتر 3 لما درسنا لما يكون عندي اللود عبارة عن هارمونيك لودينج اللي هو اف نوت في ساي اوميجا في تي اوميجا بار في تي. هسه هون بدنا ناخذ لودات عامة، يعني أي لود ممكن يكون بالحياة، ممكن يكون اقتران ساين وكوساين، ممكن يكون اقتران ثابت، ممكن يكون اقتران خطي، ممكن يكون اقتران خطي بعدين مثلا صار مستقيم، بعدين اقتران خطي صار زيرو، وهكذا. فبالتالي عشان نحل هذا الإشي أو عشان يعني نقدر نحل، فبدنا نستعمل إشي اسمه ديو هاملز انتجرال. طبعا في عندي الأنداد قانون والأنداد قانون. هسه فكرة هذا الإشي إنه إحنا بدنا ندرس لودز امبلسيف لودينج. الامبلسيف لودينج هو لود بيجي على زمن قصير جدا، يعني مثل ايش؟ مثل انفجار، فجأة صار مبنى انفجار، فالانفجار قديش بيكون؟ لحظة من الثانية، فجأة قاعد بفقع الاشي. فبالتالي عشان نقدر نحل احنا للامبلسيف لودينج، احنا راح يعني مختصين بالامبلسيف لودينج، راح نحل على طريقة ديو هامل انتجرال. طبعا بعد اشتقاقات السرعة والتسارع والى اخره، احنا بنعرف انه الاف اوف تي اللي هو بيساوي شو اسمه؟ اللي هو شو اسمه؟ اللي هو الاف اوف تي بشكل عام هو ام في اي، والاي هي دي في او دي تي. فالاف في الزمن بيعطيني الماس في السرعة، بيعطيني اللي هو ايش؟ الفورس. بعدين صرنا نعمل تكاملات، نوصل للتكامل اللي هو وصله اللي هو ديو هامل انتجرال، اللي هي الاشتقاقات ام في دي في على دي تي تساوي اف اوف تي. بعدين عمل تكامل، عمل هون تكامل، وناتج التكامل كان عبارة عن ايش؟ ديو هامل انتجرال. هيو هذا هو تكامل ديو هامل، اللي هو اليو اوف نوت او الريسبونس يعني واحد على ام في اوميجا تكامل من زيرو لتي لاف اوف تاو في ساين اوميجا تي ناقص تاو دي تاو. بدنا نركز انه هون الاشي اللي بكامله هو التاو مش التي، فبالتالي التي تعتبر وكأنها ثابت. فبالتالي لما لو مثلا قال لي احسب عن زمن نص، بحكي من صفر لنص وبعوض هاي التي نص، وهاي بخليها اكس وبحل. او بما معنى انا بحكي هذا الشيء على الآلة حاسبة، بس انت ممكن تحل هذا التكامل مباشرة على الآلة حاسبة يعطيك الإجابة، بحيث انك تكتب التكامل زي ما هو، تحول الحاسب لراديان وتعمل التي هي الرقم اللي بيعطيك اياه. بس انا ما راح استعمل الآلة حاسبة هون بالحل الا بحالة واحدة، يعني السؤال كان بده ريسبونس مباشرة، ما بده يعني اوصل لاي اشتقاق، فبكامل مباشر على الآلة الحاسبة. بزبط تمام. هذا الريسبونس على فرض انه الانيشال كونديشن مالهم زيرو، ها التي تساوي زيرو، تساوي زيرو تمام. اما اذا كان ما كان عندي زيرو، فبكون انيشال كونديشن هو الانيشال كونديشن يو نوت وفي نوت، فبالتالي بكون عبارة عن الفري فايبريشن زائد التكامل. فدائما هسه بدنا ناخذ الريسبونس بشكل عام هو فري فايبريشن، واذا عندي لود شو بسوي؟ بزيد عليه فديو هامل انتجرال. تمام. هسه نبلش نحكي عن عده حالات. اول حاله بدنا نحكي عنها اذا كان عندي كونستانت فورس. كيف يعني كونستانت فورس؟ يعني عندي الشكل التالي اللي بالصفحه الثانيه، عندي لود عادي سنجل ديجري اوف فريدم سيستم اندامد. ترى وصلتكم ملاحظه، هسه بالانفجارات بالعاده او يعني اللود الامبلس الدامد يكون تأثيره مهمل، يعني سواء مبنى أنا عامله دامد ولا أن دامد نفس الإشي، يعني تأثيره كثير قليل. عشان هيك هذا الشابتر راح تلاقوا إنه مختص كثير بالأن دامد. مع هيك راح نحكي عن الدامد هنا، بس هو فعليا الدامد ما إله أي دخل. فبالتالي إذا كان عندي الفورس عبارة عن إيش؟ كونستانت فورس. ركزوا بشغلة كثير مهمة، إنه الفورس هي فجأة أف أوف نوت ومش نازلة لتحت، ديروا بالكم مش نازلة لتحت، لأنه بتفرق. بدي أعطيكم ملاحظة، اللود اللي جاي زي هيك بيختلف عن اللود اللي جاي زي هيك. بقول لي طب ما هو نفس الإشي، بقول لك لا هون وصل صفر. اللود اللي جاي هيك بيختلف عن اللود اللي جاي هيك، فديروا بالكم اللود اللي جاي هيك بيختلف عن اللود اللي جاي هيك. كل واحد له حالة وله قانون، عشانك بالامتحان توقع أي شكل ممكن يجيك، ممكن يجيب لك شكل هيك عادي، اقتران ساين وكوساين. طيب فخلينا نجي نحكي عن الكونستانت فورس. كيف بدنا نيجي نحل الكونستانت فورس؟ بنطبق ديو هامل انتجرال. ديو هامل انتجرال قال لي واحد على ام في اوميجا في تكامل من صفر لتي في الاقتران، الاقتران اف اوف تاو. هسه شو الاقتران دي ثابت؟ هو اف نوت في ساين
أوميجا تي ناقص تاو دي تاو. تمام، بدام التكامل هذا الاشي على فرض انه الانيشال كونديشن ماله يساوي زيرو. يلا كده بدنا نعمل تكامل. طبعا ما الإجابة النهائية، بس احنا نعمل تكامل من كامل اللي هو الساين أوميجا تي ناقص تاو. شو بكون هاي إجابتها؟ اف نوت برا، ام على أوميجا برا، طبعا ام على أوميجا نبدلها هسه بإشي ثاني، وتكامل ساين، تكامل الساين هو إيش؟ سالب كوساين. تكامل الساين سالب كوساين، سالب كوساين سالب كوساين على أوميجا في تي ناقص تاو. كانوا زي هيك، كأنه زي هيك، مش متأكد، مش متأكد، خلوها هسه هسه بشوفها من صفر لتي. يلا، فبالتالي اف نوت على ام في اوميجا عوض تي، تي ناقص تي زيرو، فبالتالي سالب واحد سالب كوس، او في عندي سالب تاو بصير موجب، ما هو انا بكامل سالب تاو موجب، فموجب واحد عوض صفر بصير ناقص كوساين اوميجا، طبعا في اوميجا هون، اوميجا ايش تي، ما نعوض عوض تاو صفر بصير اوميجا تي. تمام، فهذا هو الاقتران، هذا هو الاقتران، طبعا كامل مقسوم على اوميجا يعني اوميجا تربيع، فبالتالي بنعرف ان الاوميجا تربيع هي كي على ام، اما ام بتطير فبيصير في عندي اف نوت على كي، اف نوت على كي في واحد ناقص كوساين اوميجا تي. فهاي هو الريسبونس. نرجع نكرر، انا في عندي اوميجا هون واوميجا برا صارت اوميجا تربيع، ها الاوميجا تربيع هي كي على ام، وعندي هون ام، اما ام بتطير فبصير اف نوت على كي في واحد ناقص كوساين اوميجا تي، في واحد ناقص كوساين اوميجا تي، عوضت تي هون فكوساين الصفر واحد وهكذا. تمام، هاي هذا الاشي اللي عمله، هيا شايفين التكامل شو طلع عندي، اف نوت على اوميجا اي على ام في اوميجا تربيع في كوساين اوميجا تي ناقص تاو. هيو هاي هي كل الفكرة. فبعدين شو عمل، عوض التي هون وعوض الصفر هون، طلع مع هذا التكامل. فبالتالي الريسبونس هو عبارة عن اف نوت على كي في واحد ناقص كوساين اوميجا تي، او الاف نوت على كي كونه الاقتران كونستانت، فبالتالي ايش هو، يوستاتيك، يوستاتيك في واحد ناقص كوساين اوميجا تي. فبالتالي لو بدي الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور شو بده يكون، بده يكون الريسبونس على اليوستاتيك. طيب فبالتالي شو بده يكون دايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور، واحد ناقص كوساين اوميجا تي. فبالتالي هذا الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور، هون راح نصير نسميه دايناميك لود فاكتور، هيك بسموه دي ال اف. فالدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور في حاله الكونستانت فورس هو واحد ناقص كوساين اوميجا تي. طيب تمام، هس لو اوميجا بدي افصلها واللي هي عباره عن 2 باي على تي، فبالتالي بدي احط انه الدايناميك لود فاكتور هو واحد ناقص كوساين 2 باي في تي على الناتشرال بيريود تي. فبالتالي بستنتج انه انا عند قيم معينه واللي هي اذا كانت تي على تي كابيتال تساوي نص، شو بده يعطيني، شو بده يعطيني، بتصير عندي نص يعني واحد على اثنين، يعني واحد ناقص كوساين اثنين باي على اثنين، كوساين الباي اللي هي 180 سالب واحد، واحد ناقص ناقص واحد بيساوي اثنين، معناته اعلى قيمة للدايناميك لود فاكتور، انا هذا اللي بيهمني، اعلى قيمة للدايناميك لود فاكتور هي اثنين، ماكسيمم كم بتساوي، بتساوي اثنين، واللي هي لما يكون عندي تي على تي بتساوي نص او واحد ونص او وهكذا، ما تمشي ثلاثة ونص ولا آخره. بس هاي هي كل الفكرة. فهيك احنا بنحل لما يكون عندي ديو هامل انتجرال كونستانت فورس. هسه ممكن انك تحفظ القانون مباشرة، ما عليك اي عتب، ما بصير عليك اشي يعني انك تحفظ القانون وخلص، وهو هيك صراحة يفضل انك تحفظ الجواب النهائي او انك تكتبه في الشيت. فهاي رسمة الدايناميك لود فاكتور، هي اليوم مع يوستاتيك بتلاقي انه رسمته كيف جاية، هو واحد ناقص كوساين اوميجا تي، فكيف رسمته؟ زي هيك، طبعا هاي مستمرة يعني.
فقديش بيساوي الماكسيموم إله؟ 2. فسرت لكم ليش قيمته 2. تمام، هسا بدنا نحكي عن حالة مش موجودة بالكتاب هون، اللي حالة بسموها الرام لودينج. الرام لودينج، الرام لودينج يعني هو اقتران طالع طلوع متزايد، بلش من الصفر وانتهى عند قيمة. انتهى، شوف رسمته مؤقت، ما رسمته خط عادي سوليد، يعني هذا مش اقتران، مش من الاشي بخص الاقتران. انتهى عند اف نوت وانتهى تحت عند تي ار. ركزوا، هذا لا بنزل للصفر ولا بظل ثابت، هذا بس خط هيك خط. هذا الخط شو معادلته؟ بتكون معادلته اللي هو الاف اف تاو بتكون عبارة عن اف نوت في تاو على تي ار. تي ار هاي، تمام؟ فهذا هو الاقتران. ليش؟ اقتران متزايد، تقدر انك انت تحله لحالك، بتعرف انه الاقتران بيساوي اي اكس زائد بي، عند الصفر بيساوي زيرو، فبالتالي بي بتساوي زيرو. وعند التي ار لما تعوض اكس تي ار بتكون اف نوت، يعني اف نوت شو بتساوي؟ اي في تي ار، بالتالي اي بتساوي اف نوت على تي ار، بالتالي الفانكشن عندي بيكون اف نوت على تي ار في تي زائد زيرو. فبالتالي انا حسبت الفانكشن، حسبت اقتران الفانكشن. تمام، هذا الفانكشن كيف بدي احله؟ يلا عندي الاقتران فوق، بطبق ديوها من الانتجرال يو اوف تي بيساوي 1 على ام في اوميجا في تكامل من زيرو لتي في اف 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 نوت. اف نوت طلعها برا، بضل عندي تي، وتي ار طلعها برا كمان، تي ار ثابتة، بضل عندي مين؟ تاو في ساين اوميجا تي ناقص تاو دي تاو. بنلاحظ انه هذا اقتران حاصل ضرب اقترانين، فبالتالي بنحل بالتكامل بالاجزاء باي بارتس، بنحل باي بارتس. وركزوا تماما، انا الاف نوت والتي ار ثابتين، هيها ثابته، بس مين اللي المتغير عندي؟ تاو، عشان هيك دخلت جوه التكامل باقي طلعت برا التكامل. يلا باي بارت، كيف الباي بارت بنحل؟ بنفرض اقتران اسمه يو ونفرض اقتران اسمه دي في. اليو هي تاو والدي في هي ساين اوميجا تي ناقص تاو. يلا نشتق هذا من كامل هذا، هذا اشتقاقه شو؟ واحد. وهذا اشتقاقه التكامل شو؟ قبل شو حكينا؟ كوساين سالب كوساين اوميجا في تي ناقص تاو على اوميجا. بضرب في هذا وبطرح من هذا سالب تكامل، فبالتالي التكامل عندي بيصير اف نوت، طبعا ما راح اكمله كامل، المهم بس اذكركم بالتكامل الاجزاء، يعني مضروب في مين؟ تاو او سالب تاو كوساين اوميجا تي ناقص تاو على دبليو ناقص، وناقص برا بصير زائد تكامل. خلينا نمسح هاي بس، زائد تكامل مين؟ اللي هو الاقتران هذا كوساين اوميجا في تي ناقص تاو على اوميجا في واحد دي تاو. هذا التكامل اللي عندي، هذا اللي هو ناتج التكامل. شو بعمل بعدين؟ برجع بكامل هذا، شو بطلع عندي؟ ساين أوميجا تي ناقص تاو على أوميجا وأوميجا أوميجا تربيع، بس. فهذا هو التكامل، فهذا هو إيش؟ الريسبونس، بصير هذا هو الريسبونس، طبعا مع عدة تظبيطات، مع عدة تظبيطات بوصل عندي النتيجة النهائية. بصير عندي نتيجة، هسه بقولك شوية، بتصير النتيجة النهائية هي عبارة عن تظبيطات كثيرة، يعني مش تظبيطة واحدة، هي اف نوت على كي. طبعا اف نوت على كي عرفنا من وين، بطل تيجيني، ها بس اورجيكو اياها، اف نوت في ام واوميجا، وفي سلافة الاوميجا تربيع، هاي باخذ اوميجا عامل مشترك، راح اخذ اوميجا تحت عامل مشترك، تصيرون اوميجا تربيع، بتطيرهم مع بعض فتصير اف نوت على كي، بتصير اف نوت على كي
مضروب في تي على تي ار ناقص ساين اوميجا تي على تي ار، بطلع معي اخر شيء هذا هذا الريسبونس. هسه بدي اخليه بدلالة 2 باي وما 2 باي، بالتالي اف نوت على كي في تي على تي ار ناقص ساين اوميجا اللي هي 2 باي تي، 2 باي تي على تي كابيتال، وفي هون اصلا بضل اوميجا، اسف هون بضل اوميجا، هون باي ما هي اوميجا تربيع، اخذنا اوميجا عامل مشترك، بضل عندي مين الاوميجا اللي هي 2 باي تي ار على تي، بس يعني بصير عندي هيك النتيجة النهائية. فهذا هو الريسبونس في حالة الرام لودينج، في حالة الرام لودينج. طبعا بس بدنا ناخذ ملاحظة انه الواي ستاتيك او اليو ستاتيك هون ما بتكون اف نوت على كي، ديروا بالكم لانه الاقتران كان اقتران خطي، تكون الاف نوت على كي دلالة الزمن اللي تبعه واللي هو ايش تي او تاو، يا تاو نفس الشيء يعني على تي ار، فبتكون هيك اليوستاتيك. ركزوا مهم جدا، اليوستاتيك مش دائما اف نوت على كي، هذيك اذا كان دائما لود ثابت لا لود مستقيم والى اخره، الامبليتيود ساين اوميجا تي، بس هون اقتران خطي تي وتي ار في، فهي هي اليوستاتيك وهذا هو الريسبونس. هذا هو الريسبونس، اذا قسمت الريسبونس هذا على اليوستاتيك بيعطيني الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور. هاي هي الحاله الثانيه عندي ومش موجوده في الكتاب. هسه الحاله اللي بعدها موجوده بالكتاب بس مش هون، موجوده تلاقيها بالبروبلم، تلاقيها وين بالبروبلم اللي الحاله اللي بتحكي عنها هسه هي مين. طبعا هاي حاله الرام اللي انا حكيت عنها هايها، بس مش محلول طبعا زي هيك، محلول الماتلاب ما ماتلاب. الحاله اللي بدي احكي عنها هي هاي هسه اللي هي هاي، هي مش موجوده بالكتاب بس موجوده في البروبلم. طيب نرجع لشغلنا ونحل الحل اللي بدي احكي عنها. الحل اللي بدي احكي عنها اسمها ستيب فورس، ستيب فورس يعني كونستانت، ستيب فورس with finite right time، يعني بما معناه انه عندي انا منحنى x و y تي و تيتا يكون متزايد وبعدين بصير كونستانت، وطبعا معروف عنه انه هذا الرقم هو اف نوت وهذا الرقم هو تي سب ار. تمام، هسه هون شو الفكرة؟ الفكرة انه عندي الفانكشن اف اوف تاو هو عبارة عن ايش؟ اقتران متشعب، بيكون اف نوت في تي على تي ار او تاو على تي ار، مختلفناش عنها عشان تسميها اف اوف تي، وبنفس الوقت اف نوت، هاي اذا كانت تي اقل او تساوي تي ار، وهاي اذا كانت تي اكبر او تساوي تي ار. فبالتالي ايش عندي؟ هيو اقتران ثابت اف نوت وقبل هون. هسه الفكرة من هاي المسألة كيف نحل؟ بقول لك الاول الريسبونس اخذناه قبل شوي، الريسبونس هسه شوف اذا فرضنا ننشل كونديشن زيرو فزي الريسبونس اللي اخذناه اول قبل شوي. يعني هسه بقول لك اليو اوف تي في عندي تو ريسبونس، بس اخر شيء راح نجمعهم مع بعض. طبعا اول ريسبونس شو بده يكون؟ بده يكون عباره عن الشيء اللي اخذناه قبل شوي، اف نوت على كي مضروب في ايش؟ في تي على تي ار ناقص ساين اوميجا تي على اوميجا تي ار، حكينا عنه قبل شوي. هذا في اي حاله؟ اذا كانت تي اقل او تساوي تي ار. اها طيب هسه هون الفكره، ترى راح يجي سؤال بامتحان زي هيك انك يجيك اقتران جديد او ممكن من الاقترانات اللي بناخذها هون قاعدين، بس انك توصل للجواب النهائي. هسه وراح يكون دكتور متعاون معني، مش راح وصلنا يعني زي هسه لما كملت، بس مثلا ما عرفتش كيف اكمل عادي، الدكتور ما يعني ما راح يحط لك غلط، هو بده يشوف انك فاهم في الكونسبت. فهذا الكونسبت اللي بدنا اياه. هسه لما تي اكبر من تي ار شو بدي اسوي؟ بقول لك مباشره بعمل تكامل بالكونستنت فورس، بتقول لي هو نفسه حل، بقول لك دير بالك هون الزبده، هون بده يشوف الطالب فهمان ولا مش فهمان. هون هسه احنا
بالنقطة اللي فاصلة بين الاقترانين، بدنا لما بدي اجي اوجد الريسبونس للاقتران الثاني، بعتبر انه النقطة هاي initial condition، بعتبر انه هاي النقطة مالها initial condition. فبالتالي لما بدي اجي احكي يو اوف تي، ما بقول عندي، ما بحكي عندي انه والله الريسبونس هو واحد على ام في اوميجا في تكامل زيرو تي الاقتران اف نوت في ساين اوميجا تي ناقص تاو. اذا بتحكي زي هيك خطأ، اذا بتحكي زي هيك خطأ. ليش؟ انت في عندك انيشال كونديشن. احنا بالحالة الاولى فرضنا الانيشال كونديشن زيرو، لو ما كانوش زيرو بدي احكي يو نوت زائد كذا كذا كذا. طيب واذا بدي بعد شو بده يصير؟ بقول لك هون راح يصير عندك الانيشال كونديشن، او راح يصير عندك الريسبونس بالحالة الثانية، هو بدك تعتبر النقطة اللي تغير عندها الاقتران اللي هي تي ار هي initial condition. يعني بدي اوجد عندها الواي او اليو تي ار عند التي ار، وبدك توجد الفيلوسيتي عند التي ار. فبصير عندي الفانكشن اليو اوف تي الريسبونس بيكون يو تي ار عند التي ار في كوساين اوميجا، وكمان هون تي ناقص تي ار، ما بقول ناقص تي، ما بقول كوساين تي لحالها. هسه احنا بالاصل كانت تي ناقص زيرو، لانه انا فارض الانيشال كونديشن زيرو، ولكن انا صار الانيشال كونديشن عندي هون. يعني نفرض ان المساله لها رقم، بس هاي الفكره، زائد في عند التي ار، يعني وكانها صارت انيشال كونديشن على اوميجا في ساين اوميجا تي ناقص تي ار زائد ديوهامل انتجرال من 0 ل تي في اف نوت اللي هو الفانكشن عندي اللي هو الفانكشن الكونستانت في ايش؟ في ساين اوميجا تي ناقص تاو. هيك بكون حلك صح 100%. فبس شو فكرتك؟ بدك تجيب اليو عند التي ار. اليو عند التي ار ايش هي؟ احنا طلعنا قبل شوي فانكشن، شو كان الفانكشن الاول؟ كان عبارة عن اف نوت على كي في تي على تي ار ناقص ساين اوميجا تي على اوميجا تي ار. فشو بتعمل؟ مكان كل تي حط تي ار، يعني هاي تي ار فتصير واحد، وهاي بتحطها تي ار، تمام. فهذا هو ايش اليو. فاليو هاي اليو عند التي ار شو بعمل؟ بحطها فوق. فشوف كيف صار اقتران كثير طويل. طيب والفي نوت بشتق، اشتق هذا الاقتران بالنسبة للتي. بقول لك الفي بتساوي بشكل عام الفي والتي، اف نوت على كي ثابت، التي على تي ار بتصير واحد على تي ار، مشتقة الساين كوساين ناقص اوميجا ساين قصدي ناقص اوميجا ساين اوميجا تي على اوميجا تي ار. اوميجا مع اوميجا بتروح، فبالتالي شو بدي اعمل؟ بدي في عند تي ار، بعوض مكان كل تي تي ار، واللي هي بس هاي مش ساين، هاي كوساين. صف عندي هون ايش؟ تي ار، بحوض هاي الفي تي ار هون، تمام. بس وبكامل هذا التكامل، هذا التكامل ما احنا اوريدي معنا، هذا التكامل اوريدي معنا، واللي هو شو بيطلع عندي؟ اف نوت اكي في واحد ناقص كوساين اوميجا تي عندي. بس هاي هي كل الفكرة. طبعا هو بصير مع الجواب النهائي بعد ما اعوض كل اشي، بعد ما اعوض الريتو ريسبونس واعمل كل التطبيق. يعني بقدر اوقف عند واحد ناقص كوسين اوميجا تي، بس لا، انا بدي اوصل للريسبونس النهائي اللي هو اللي بيكون بالكتاب او بدك تحطه بالشيت، هو اف نوت على كي في واحد ناقص واحد على اوميجا تي ار مضروب هذا كامل في ساين اوميجا تي ناقص ساين اوميجا تي ناقص تي ار. هذا الريسبونس في حال الثانية اللي هي تي اكبر من تي ار. طب بتقولي لو ظليت على هذيك صح؟ بقول لك عوض ارقامك بيطلع معك نفس الجواب اكيد. بالنهاية هاي هي تظبيط للمعادلة، بالنهاية هي تظبيط لايش؟ للمعادلة. طبعا تقول لي شو الارقام اللي عوضها معك؟ اوميجا وتي ار اكيد جيفن، يعني هسه لما نيجي نحل سؤال بارقام رح تكتشف انه حله خطوه وليش كثير سهل. بس هي كانت كل الفكره انه بالريسبونس.
كل الفكرة بالريسبونس. تمام، هسا بدنا نحكي عن البالس اكسايتيشن. البالس اكسايتيشن، شو اللي هي البالس اكسايتيشن؟ واللي هي الريكتانجولر لود. ريكتانجولر لود اللي هو هاي الحالة، اتوقع مش مكتوبة هون، مكتوب بس حالها. تمام، هواي معطيني الريسبونس اللي جاهز تحت، هذا الريسبونس بجوز قبل التكامل، هذا الريسبونس النهائي بوصل كأنه، مش عارف هسه من حسب بشوفهم نشتقوا مع بعض، بس في قلت لكم في عدة اشتقاقات بتوصلها، نشوف استعمال مطبقات رياضيات عشان نحل. طيب هسه بدنا نحكي عن البلس اكسايتيشن. البلس اكسايتيشن واللي هو اللود، الحمل يكون مستطيل. كيف يعني؟ يكون عندي سدن رايز، يعني فجأة رفع ونزل بعدين للزيرو. لاحظ انه هذا مش كونستانت، هاي الجهة كونستانت اوكي، بس هاي الجهة مش كونستانت، فهاي اف نوت، وهذا الزمن اسمه تي دي. بقول لك يلا، هذا الاقتران عبارة عن اقترانين، اف اوف تي او اف اوف تاو اللي بدك اياه، هو عبارة عن ايش؟ اقترانين، واللي هم اف نوت، وبعدين شو صار؟ ها ترسم بالزهر، صار زيرو. هاي اذا كانت تي اقل او تساوي تي دي، وهاي اذا كانت تي اكبر او تساوي تي. يلا نفس الفكرة، نعرف انه على الانيشال كونديشن زيرو، راح نعرف نحكي اليو اوف تي هو عبارة عن اف نوت على كي في واحد ناقص كوساين اوميجا تي. هاي في اي حالة؟ في الحالة الاولى اللي هي تي اقل او تساوي تي دي. في حالة تي اكبر او تساوي تي دي شو بعمل؟ بدي اطلع انيشال كونديشن. شو يعني انيشال كونديشن؟ بطلع اليو عند التي دي، بطلع الفي عند التي دي. هذا كل اللي بدي اياه منك، تعرف هاي الخطوة، اذا عرفت الخطوة انت تحصل علامتك. هاي تكون اف نوت على كي ناقص كوساين اوميجا تي دي، وهاي بتكون اف نوت على كي ثابتة، كوساين مشتقته سالب ساين، في سالب تصير موجب ساين اوميجا في ساين اوميجا تي، وحط هون ايش؟ تي دي. بعدين بتطبق القانون، قانون الريسبونس الكامل اللي هو في فايبريشن، اللي هو واي اوف تي او يو اوف تي، شو بتساوي؟ يو انيشال، يو انيشال مين اللي هي هاي؟ يو عند التي دي في كوساين اوميجا تي ناقص تي دي، زائد في عند الدي او عند تي دي على اوميجا في ساين اوميجا تي ناقص تي دي، زائد ديو هامل انتجرال. شو الاقتران؟ زيرو، يعني هذا زيرو. فبصفي عند الريسبونس هو هذا، صفي عند الريسبونس هو هذا. تمام، طبعا بعد ما اصفط المعادله، بعد ما احط، ما هون شو بدي اعمل؟ بدي احط اليو دي هون في اف نوت على كي، بدي احط الفي هون في اف نوت على كي، في اف نوت على كي واف نوت على كي بتصير عامل مشترك مثلا. فبصف عندي اصف التصفيطات، يعني كوساين تي ناقص تي دي، وهون ساين، وهون في عندي كوساين، اشي بروح مع اشي، بصف اخر شيء الريسبونس النهائي بالحاله الثانيه. طبعا هي بالفانكشن الثاني اللي هو عند الفري فايبريشن، هو اف نوت على كي اف نوت على كي في ساين. بس بعرف اذا في اثنين برا ولا لا، هي اللي انا كاتبه عندي باي في تي دي على تي في ساين اثنين باي. بس قلت لكم لو ضليتكم على هذاك صح، لو السؤال بارقام مفيش داعي تخبص انك ترتب معادلات. هذا الريسبونس في حالة تي أكبر أو تساوي تي دي. بعرفش إذا موجود بالكتاب، وشايف هو عمل المتطابقة هاي إنه لحد ما يحل ويوصل الجواب النهائي. فهون هي الريسبونس، وحط كوساين، أنا عندي ساين مكتوبة بالشرح، شرح الدكتور. أي هاي الحالة الأولى، هو لا معناته انا الصح اللي كلها كوساين، مش هاي خلص، هاي هي، هاي هي الكوساين
هاي مش دايم كلاود فاكتور، في برا اف نود اكيتر. هاي هي هيها، هذا هو الريسبونس، هذا هو الريسبونس النهائي، هذا هو الريسبونس النهائي. قال لك which is reduced to لإيش؟ لهيها، هذا هو الريسبونس النهائي. كوساين تي ناقص تي دي ناقص كوساين أوميجا تي، هذا مين؟ الريسبونس في حالة تي أكبر أو تساوي تي دي. طب في حالة أقل من تي دي اللي هي مين حكينا عنها؟ هيها. تمام، فعندنا تو ريسبونس، الريسبونس الأولاني هيو، هاي مشتقته طبعا. شو أعمل؟ راح أعوضهم هون، أعوضهم هنا، هاي شايفينها، هاي هي الفي دي، في أوميجا بتطلع مع أوميجا بالمقام. يعني شايفين هذا الإشي اللي حكيت لكم إياه، أهم إشي تعرف الفكرة. بعدين قال لك هذا إنه بتقلل ريديوس تو لإيش؟ هون شو الريديوس اللي عمله؟ أنا والله صراحة ما بعرفه، أكون معكم صريح وأعرف شو اللي عمله؟ لا والله ما بعرف. تمام، اليو ستاتيك اف نوت على كي اكتر ان كونستانت، ما هو وبطلع منه الدايناميك لود فاكتور. تمام، هسه بهمني بالدايناميك لود فاكتور ايش الرسم مش موجود هون. طبعا هو راسم الدايناميك لود فاكتور، فاذا بتلاحظوا رسمة الدايناميك لود فاكتور بتكون رسمة اقتران ساين او كوساين، بعدين بصير ايش؟ كونستانت، بصير كونستانت. متى بصير كونستانت؟ عند هذا الزمن، هذا الزمن اللي هو اذا كانت تي دي على تي اللي هي الناتشرال بيريود تساوي نص، فبالتالي اكبر من نص بيكون دائما الدايناميك لود فاكتور 2، واذا اقل من نص بيكون اقتران. شو الاقتران؟ طبعا طبعا بالمنطق الاقتران بده يكون كالتالي، بس تفتح لكم كتاب ثاني اورجيكم الرسمه. هاي هالرسمه، طبعا هاي الرسمه اللي بالكتاب، هاي رسمت الدايناميك لود فاكتور للحالتين، وهن اذا رسمت شيء اسمه الاوفر لود اوفر اول ماكسيموم. هاي الرسمة، هيها عند النص شو بعمل؟ بعد النص بصير ايش؟ اثنين، تحت النص بكون فانكشن، والفانكشن هو اثنين ساين، فانكشن بيكون للدايناميك لود فاكتور اثنين ساين باي في تي دي على تي. هذا بستعمله لما تكون اقل او يساوي نص، مين هي؟ تي دي على تي، وأكبر من النص بكون اثنين مباشرة. هاي الرسمة قال لي في حالة الفورست ريسبونس تكون زي هيك، في حالة الفري ريسبونس تكون زي هيك. ما حكينا عنها الفري ريسبونس اللي هي الكونستانت فورس. ففي حالة الكونستانت فورس اللي هي كانت في البداية، شو كان الديناميك لود فاكتور؟ هيك تمام. أيوة هذا الشيء اللي هو اللي بحكي عنه. هاي رسمات طبعا لعدة أحمال، هاي constant force rectangular. تمام، هذا الكتاب الثاني. تمام، الحالة الأخيرة، الحالة الأخيرة قبل ما نفوت الإكزامبل، خلي الإكزامبل لحال، هي الـ triangle load، هي الـ triangle load. طبعا الـ triangle load نفس الفكرة، هاي الرسمة ما راح نتعمق احنا بالهاي، إذا الرسمة معنا فمش داعي لأي معادلة للـ dynamic load factor. هاي رسمة هذا الفانكشن عندي، فالدايناميك لود فاكتور يكون هاي القيمة إذا كان أكبر أو يساوي نص، أقل أو يساوي نص. تمام، بس في هذا التراينجل لود، كيف يعني تراينجل لود؟ يعني الفانكشن جاي قيمة ونزلت للصفر، فهاي اف نوت وهاي تي دي، نفس الفكرة، هذا اقتران متناقص، فشو بده تكون؟ تكون البي واحد، فبكون الفانكشن اف نوت في واحد ناقص تي او تاو على تي دي، نفس الفكرة، بعمل تكامل للأولاني بعدين بفرض initial condition وبحل، فبطلع معي الريسبونس بالشكل النهائي y of t او u of t، يعني f نوت على كي في واحد ناقص كوساين أوميجا تي زائد اف نوت على كي في تي دي في ساين أوميجا تي على أوميجا ناقص تي. تمام،
وهاي في حالة ايش؟ تكان الاقتران اقل من تي دي. في حالة اكبر من تي دي قلنا بدنا بس نطلع اليو اوف تي دي، ونطلع مين؟ الفي اوف تي دي، يعني بعوض مكان كل زمن، وبعد ما اشتق هذا الفانكشن طبعا الطويل الزنخ بيطلع مع اليو الواي اوف تي في الحالة الثانية اللي هو الاقتران الثاني اللي عند الزيرو. شو بتكون؟ اف نوت على كي اوميجا تي دي في ساين اوميجا تي ناقص ساين اوميجا تي ناقص تي دي ناقص اف نوت على كي في كوساين اوميجا تي. هاي في حالة تي اكبر او تساوي تي دي. الحالة الثانية زي ما قلت لكم، انتم بدكم تعوضوا بارقام، الريسبونس كارقام، فيش داعي تعطوا المعادلات، المعادلة بتطلع معك على وضع الحاسب. الحاسبات الحديثة بتحل كل شيء، الحاسبات الحديثة بتحل كل شيء. ايوه هذا الريسبونس اللي انا حكيت عنه قبل شوي. وهي طبعا اليو وهي الفي، يعني هاي بعد الاشتقاق، اذا بتحبوا تشوفوا الاشتقاق موجود في الكتاب. هذا الريسبونس الاول، هذا الريسبونس طبعا، هاي الدايناميك لود فاكتور له. ايوه وبس، فهذا هو ديو هامل انتجرال. ان شاء الله الفيديو الجاي راح احكي عن نحل امثله ونحكي عن الدامبنج شوي. طبعا الدامبنج يعني التكامل بصير ايش؟ ديو هامل انتجرال بصير التكامل فيه اي قوه ماينس اوميجا تي، فبصير عند التكامل دوري تكون هاي اوميجا دي، طبعا اوميجا دي تكامل بالاجزاء دوري بكامل مرتين وبحل، يعني بصير انقل وصير موجب واي. فحتى ما في يعني امثله على الدام سيستم، لانه هو بالعاده الدام سيستم ما بياثر كثير، بس اذا بدي احله بنحل عادي. انا بالنسبه لي حليت البروبلم على الاله حاسبي لما طلب مني ريسبونس، ما غلبت حالي بتكامل اصلا. وبس يعطيكم العافيه، ان شاء الله الفيديو الجاي بس حل بروبلم ونخلص الشابتر.